بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم متابعي قناة تقني فلاحي، مرحبا بكم في هذا الفيديو عواشر مبروكة. احنا قريب ان شاء الله من عيد الأضحى. بالنسبة للجديد اللي وقع في المشروع اللي كتعرفوا ديال المعيز الأغنام، المهم هذه هي النتيجة اللي خليتها ثلاثة خرفان. المعيز حتى هو باتو، والمهم كلشي اللي مشراه كلو تباع. خليت هاد الخرفان هادو هما اللي بقاو، باش ان شاء الله غنبداو بداية جديدة ان شاء الله. نتمنى من الله التوفيق ويسهل الله في شي مشروع جديد ان شاء الله يكون مزيان. بالنسبة للإرشادات والنصائح اللي كنقدموها فيما يخص موضوع ديال تربية المعيز، ان شاء الله غادي نبقاو ديما مستمرين، واخا انا نديرو المونتاج على الفيديوهات القديمه، ولا يجب الله نديرو يكون شي مشروع كبير ديال المعيز. المهم يكون داكشي مستمر ان شاء الله. هادشي ديال الماشيه ضروري نستمروا في الارشادات والنصائح ديالنا. بالنسبه للمشروع، انا بعت داك المعيز جمله، بعته كامل، فيه دوك ثلاثه المعزات الكبارات، وفيهم ديك المورسيانا هي ولدها، وجدي المورسيانو الكحل. المهم مشروع تباع في مرة، لأن كما كتعرفوا المعيز خصو المقابلة والعناية، وبالظروف ديال بالنسبة ليا أنا الظروف ديال العمل إلى غير ذلك ما كتسمحليش نقابل المعيز ونخدم وهذا الشيء. المهم في الوقت الحالي ما مسلكنيش ذاك المشروع، هو مشروع الله يعمرها سلعيني إلى تقابل مزيان ولقى العناية ولقى البلاصة فين غنديرو المشروع، يعني المكان الكوري والمنطقة يعني جات ملائمة لها التربية ديال المعز، كتكون نتيجة مزيانة. والمشروع ديال المعز كباقي المشاريع ديال المشية خصو يبقى معنا واحد المدة طويلة، يعني بحال أنا المشروع بقى عندي تقريبا واحد 3 سنوات، ولكن 3 سنوات ما كافياش، لان يعني المشروع باش غيكون التكاثر ديال المعيز وغير ذلك، واخا نشريو شي معزه، لان كما كتعرفوا الثمن مرتفع. ملي تجي تشري المعيز غتلقى الثمن غالي، غتشريها بواحد الثمن مرتفع، وملي غتجي تبيع غتلقى الثمن يقولك الثمن طايح، ولا غتلقى شي شاري اللي غيعطيك شي ثمن طايح. هذا هو دابا الاغلبيه ديال الناس، وتانا منهم، يعني كتجي تشري بالغلا وكتبيع بالرخا. هذا هو المشكل دابا اللي كاين. دابا كتلقى كنمشي نشري معزة ب 4000 درهم، 5000 درهم، خليها عندك واحد 5 شهور ولا واحد العام، غتمشي تبيعها يقولك راه دايره واحد 2500 درهم الماكسيموم ديالها، واخا المعزة غتولد وغتزيد تزيان. وهاد يعني دابا السوق كيطلعو يهود ولا حساب البيع والشراء كلها وكيفاش. المهم الحمد لله ما خسرناش في المشروع ديال المعز، ربحنا فيه بالعكس، الله يجعل البركه. الحمد لله مشروع مزيان، واخا النسبه ديال الربح في ثلاثه المعزات غتكون يعني قليله، ولكن الحمد لله ما مات ثلاثة معزه، ما مرضت ثلاثة معزه، يعني واخا ما تولي دوك جوج ديال اللي شتو، هذاك هو الخساره الوحيده اللي كانت عندي في المشروع ديال المعيز، هو دوك جوج ديال اللي زادوا معوقين وماتوا في هذا شهر 1 2022 اللي كنا درنا عليهم واحد الفيديو. اما من غير داك الشيء الحمد لله ديما كان نجاح والتوفيق الحمد لله في ذاك المشروع. في الاول كنت درت على حساب الحليب، عطاني الحليب اللي بغيت الحمد لله، من بعد ولا يعني كيعطيك جديان، كتقدر تبيع جديان في الموسم ديال العيد ولا هكا، يعني تبيعها في السوق. وهذا الشيء اللي كاين يا اخوان، الحمد لله ما كانوش عندي الامراض، ما كانش عندي المشاكل اللي كتعلق بالمعيز. المهم كنت كندير الدواء ديال المراره، كندير الدواء ديال ضد الطفيليات الداخليه والخارجيه، ولا كان شي انتيبيوتيك كنت انفلاماتوار شي مره، ملي كتكون شي معزه فيها السخانه ولا ما كتاكلش ولا كتكون معزوله بوحدها، ولا كيكون عندي شي انتيبيوتيك كنديرو لها وكيجيب الله التيسير. هادشي اللي كاين لي زابسي، دوك الخراج اللي كيكون خامج في القيح تحت الجلد، هذاك ما كانش عندي، كان عندي نهار الاول ملي شريتهم وبديت كنحيدو، كندير كنعقم بجافيل والمعقمات، يعني ما كنخليش ديك الحبات ترتقو تعدي لي القطيع، كنت كنحيدهم في الاول واحد 5 شهور ولا 6 شهور، كانت تهنيت من هذاك المشكل ديال هذوك الحبات اللي فيهم القيح. يعني في الاول ملي شريتهم كانت فيهم ديك سيرتو هذيك المعزه
الكبيره هذيك الالبينا الكبيره كان فيها هذاك المشكل، ومن بعد الحمد لله ما بقاش عندي ذاك المشكل. طيلت 3 سنوات ما كانش عندي ذاك المشكل. دابا الكوري راه باقي خاوي، وان شاء الله نتمنوا يجيب الله شي مشروع مزيان يكون اكثر من هذاك ان شاء الله. نتمنى من الله التوفيق لكل واحد. هذا الخرفان هادو دابا كنعطيهم شويه ديال العلف، هانتوما كما كتشوفوا هنايا الفول والشعير النخاله، الفول والشعير والنخاله والعلف ديال التسمين ديال الخروف. هذا هو العلف ديال التسمين ديال الخروف، واحسن علف هو الفول والشعير والنخاله. الفول والشعير والنخاله بالنسبه وما كيجي التكلفه ديالهم غاليه بالنسبه للفلاح، يعني الا جا يعطيها ثلاثه الحوايج راه الخروف غينقع عليه غالي الا كون في الاوان. ولكن بالنسبه اللي باغي يعيد الراس ولا هادي، احسن علف هو هذا. انا كنت شريت هذا العلف ديال التسمين ملي كانت عندي الماشيه، وبقى لي شي حاجه ما غاديش نضيعها ضروري كنعطيها لهم. هذا هو الاخر ديالها، هو هذا العلف ديال التسمين، ولكن مزيان لانه فيه توا مركب، يعني فيه شي حوايج ما عارفينهمش ولا ما نعرف. المهم حتى هو كيعطي نتيجه مزيانه، غير هو الا كان شي علف طبيعي كيعطي الحاجه يعطي اللحم مزيان. دابا انا داير غير واحد النسبه قليله كما كتشوف، وكنعطيهم فوراج، فوراج ديال الشعير وخرطال بالسبوله ديالو. وهادو كنعطيهم داك الفول، راني واقيلا صورتو في شي فيديو. دابا هذا الفوراج كيعاون، هذا كيعاون بواحد 50% ولا 60% الا كنا كنعلفو. يعني الفوراج كيهز علينا شويه من العلف، العلف نعطيهم غير واحد الكميه قليله، وكنعطيهم هاد الفوراج كيكمل الدور ديال العلف. خلفان مزيانين تبارك الله العيد. هادو سنين الحليب تني يكونوا طلعوا تنيين، كانوا سنين الحليب يقدر يكونوا طلعوا تنيين دابا. هادشي الاخوان، والملحة ضروري حتى هي، الملحة الملحة الحية، هادي الملحة. ثلاثة الحوايج في الكوري، الماكلة والماء والملحة. انا اوريكم الماء، الماء الماء نقي ديما، الماء يكون نقي كما كتشوف. كما دابا قلنا الماء والماكلة والملحة ضروريين باش كتمشي كسيبه هي هذيك. والاخوان نتمنوا التوفيق لكل واحد، وإلى فيديو قديم ان شاء الله، وإلى مشروع جديد نتمنوا التوفيق لكل واحد. وحنا ديما مستمرين ان شاء الله في الارشادات والنصائح اللي كتعلق بالماعز وتربيه الماشيه. وعيدكم مبارك سعيد مسبقا، والسلام عليكم ورحمه الله.